حاجه ترى اوفر واتش مو بس رانك عرفت يعني السؤال شلون احسنها كاجوال بعد بزياده عرفت يعني انا الحين كم عندي 300 ساعه وما العب رانك عادل بليسمنت عادل ها بفقع وجهك انا ضدك ليه ضدي ايه خرا تفقيع وجه يا حبيبي بفوكسك ما هم من خسرنا ولا لا طب لا تقطعني اسف بس نظامك شيك شيك عادل كرات انا خليك كذا تسوي تراب وشت ما اقدر اسوي بلينكس تسوي ايه كانت تاتش مي بيتش يا ولسي ما ادري اخر شيء بحاول اذبحك بالقنابل انا لو يفك عني هالونستن الشت ايزي توني اتكلم